الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الموعظة عند القبر. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. هذا الحديث، هذا الباب روى فيه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب الموعظة عند القبر، وهي تشبه ما بوب به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: باب موعظة المحدث حول القبر وقعود أصحابه حوله، أو نحو من هذا التبويب. وهذه المسألة وهي باب الموعظة عند القبر، اختلف فيها أهل العلم هل هي سنة مطلقا أو سنة في الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال هي سنة تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وذهب بعض العلم لأنها سنة في الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه صلوات ربي وسلامه عليه عندما جاء إلى المقبرة، القبر لم يلحد، فكان هناك وقت يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى ينتهوا من لحد القبر، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة فذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث، قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، إلى آخر الحديث. فمثل هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لو حدثت، فإن الإنسان لا بأس به أن يذكر وأن يحدث. ولكن الإشكال الذي وقع عند كثير من المتأخرين هو أنهم فهموا هذا الحديث وهذا التبويب الذي بوبه البخاري وبوبه النووي وغيرهم من أهل العلم، فهموه فهما خاطئا، وذلك أنهم جعلوا من الموعظة خطبة، فصار الرجل يقوم بين الناس خطيبا عند القبر يخطبهم كما يخطب خطيب الجمعة، كما يخطب المتحدث في المساجد والمجالس. ولا شك أن هذا فهم خاطئ بلا شك ولا ريب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في حديث من الأحاديث أبدا، ولم يفعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، وإنما كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديث كما يحدث الجالس جليسة. أما أن يقوم خطيبا وأن يحدث الناس ويعظهم فإن هذا أقرب إلى البدعة، فصرح بعض أهل العلم أن هذا بدعة. فلذلك الواجب الاقتصار على ما جاء في الحديث وعلى الكيفية التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في وسائل التواصل الحديثة من يقوم بمثل هذا العمل، يقوم ويخطب الناس ويعظهم موعظة قد تطول إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، وينشرون مثل هذا في وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، بينما من رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمات قالها للصحابة، كلمات يسيرة لا تأخذ من العاد 2 أو 3 دقائق بالكثير، فهي كحديث الجالس الجليس. ولذلك بعضهم فهم من كلام بعض أهل العلم عن استحباب الموعظة عند القبر أنه يقوم خطيبا، وهذا لا أصل له في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف. هنا قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والبقيع هو الموقع المعروف، والغرقد
شجرة الغرقد، وسمي ببقيع الغرقد لكثرة الشجر فيه. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة المراد بها ما يختصر في اليد كالعصا ونحوها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينكس، يعني يضربه على الأرض كضرب المهموم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. لا بد أن نؤمن بأن كل ما يحدث هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب ما يكون إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. فكل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، وهذا الواجب علينا أن نؤمن به. كل كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فلما سمع الصحابة هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني لا نعمل؟ إذا كتب المقعد من الجنة ومن النار لماذا نعمل؟ ما فائدة العمل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. أنت مأمور بالشرع، أنت مأمور بالشرع، تؤمن بالقدر وتعمل بالشرع، تؤمن بالقدر أن كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، لكن تعمل بالشرع وهو الأمر والنهي. فلو اتكلت على القدر ولم تعمل، لماذا لم تقل إن الله عز وجل قدر لي الخير وعملت؟ ولذلك على المسلم ألا تنطلع عليه مثل هذه الشبهات، شبهات أهل الباطل، أهل الضلال في أبواب القضاء والقدر. فأنت مأمور بالعمل، مأمور بالشرع. فبدل من تقول إن الله قدر عليه شر، قل إن الله قدر عليه خير، اعمل الخير. وكل شيء مقدر وكل شيء مكتوب بلا شك ولا ريب. فلذلك على المسلم أن يعمل بالشرع وأن يمتثل الأوامر، وأن يمتثل الأوامر والنواهي. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.